معين. يعني كلام احمد حسام ميدو النهارده لا انا بحييه انا بحييه جدا. يعني قلت لنا التويته بتاعت احمد تويتة حسام ميدو، تويته ثانيه بتاعت الاستاذ ماجد سامي. لا دي كارثه. انت بتتكلم في ايه؟ دي مصيبه من مصايب الكره المصريه لو حدثت. طب على مسؤوليته الاستاذ ماجد سامي. طبعا. لكن احنا بنقول لو هذا، لو هذه واقعه حقيقيه، لا لازم يبقى فيها تحقيق، لازم يبقى فيها سجن لناس. مش هقول لك انه ايه النشاط الرياضي القائم على كده، ازاي انت حد يفكر في ده وازاي حد يقبل ده؟ ما احنا بنتكلم بقى ايه. والتويته بتاعت ميدو برضه طبعا، ميدو هات لي التويته بتاعت ميدو لخصت كل ما بيحدث في هذا الاتحاد. ايوه بس برضه في اوقات معينه. في اوقات معينه انا قريت حتى تعليقات الناس عليها. في اوقات معينه انت بتطلع تويته دي وجهه نظرك. طب اشمعنى دلوقتي؟ يعني السنه اللي فاتت او اللي قبلها او اللي قبلها كانت الكره المصريه بتدار بشكل مثاليست، يعني مثالي جدا. لا ما هي العشوائيه شغاله. هل انت حضرتك تقصد ان ميدو ما اصدرش التويته دي لما كان الزمالك بياخد دوري سنتين ورا بعض؟ مش قصدي كده. ايوه هقولك زي ايه. لا هقولك زي ايه. لما تقول الدوري المصري ما فيهوش تنافسيه، لما معلش يعني خلينا واقعيين، لما الاهلي يبقى سابق الانديه ب 14 نقطه مثلا تقول ده ما فيهوش تنافسيه، لما يبقى خسران الدوري حلو التنافسيه دي قوي عجباني انا. انا مش بتكلم بقى لا بس هو منطق برضه يا استاذ جمال. يعني لما كان يعني قال لما الاهلي لما يبقى فارق 14 نقطه كلنا بنتكلم. ما بايرن ميونخ بيعمل كده. لا بايرن ميونخ لا احنا بنتكلم على الموسم. يعني انا مش بتكلم على يعني الاهلي والزمالك بس. يعني انا مش عارف لا واضح مع حضرتك ولا حد برضه كان بيقول لي الدوري حسم، قلت له حسم خلاص يعني طبعا. لكن لما كان الاهلي والزمالك كان قريبين من بعض في فرق النقط، لا كان في تنافسيه طبعا. يعني كان لما كان الزمالك لما جت فتره ما بين الاهلي والزمالك بيراميدز، ما احنا ده اللي عايزينه من ثلاث سنين ولا في بيراميدز. رغم انه يعني انا يعني برضو في ناس برضو مش قابله بيراميدز يعني او بتعترض على وجود بيراميدز. انا شايف انه بيراميدز اضاف للكره المصريه. يعني احنا تخيل بقى لولا بيراميدز ما كانش في منافسه، كان انعدمت. يعني هو احنا ما عادش يعني في ظل تراجع الزمالك ما كانش فيه منافسه. هي توجهات يا استاذ ايمن. هتلاقي واحد مبسوط قوي من الوضع ده عشان جاي على مزاجه. اللي هو ايه احنا بنناقش يعني ميدو يعني اصدر لا ما اقصدش ان ميدو قال كده عشان ده لا علشان يعني لو الزمالك واخد الدوري السنه دي كان ميدو مش هيتكلم. طب سؤال ما اتكلمش السنتين اللي فاتوا ليه؟ لا او كمان التويته اللي هو قايلها اغلبها كلام حقيقي. التويته معانا بص اغلبها كلام حقيقي وكلنا بنشتكي منه. هي فين بس هات لنا التويته لو عندك هتلاقي. هي استاذ جمال يعني اهو فاسد بكل معنى الكلمه. لجنه المسابقات ترزي محترم يقيف لك اي جدول انت عايزه على مقاسك بالظبط صح. مش كل الناس بتشتكي. الحكام عالكيف، توزيع البث التلفزيوني عالكيف، الرعايه حدث ولا حرج، لوائح داخله على بعض، ايه تتايف عالكيف وتختار اللون اللي انت عايزه، واتحاد كره بيتخانقوا على السفريات، ونقل تلفزيوني عظيم ينافس الدوري الموريتاني. الدوري الموريتاني خلي بالك، مع احترامنا الموريتانيا طبعا، وفقرات تحكيميه كوميديه، وخطوط الفار عندنا عرضيه وافقيه، ولو مش عاجبك تقدر تعطله خالص عادي مفيش مشكله. لا انا بعتبره ان هو يعني تويته شامله وافيه. ايوه ما انا يعني ما هياش مقصود بيها نادي معين. اقسم بالله انا ما اقصد، انا مش بلوم على، انا بقول على ايه، انه احيانا انت لو الامور ماشيه انت مبسوط من ده كاي شخص مش ميدو تحديدا. يعني انا لو مبسوط من الوضع هقول لك لا التنافسيه حلوه جدا. طيب استاذ جمال يعني التويته انا فهمت وجهه نظرك خلاص، هي المفروض التحقيق هي وصلت وجهه نظرك. طب ماشي ماشي ميدو من الاخر ما اتكلمش السنتين اللي فاتوا ليه؟
مثلا ما هو برضه سؤال يعني لا لا حاجة غريبة جدا لا لا مش انا قلت لك ان كلامه استنى مش انا قلت لك ان كلامه صح مش انا قلت لك اقفلها بس, بس مش انا قلت لك ان كلامه صح خلاص ما انت قفلتها واستعرضت معاك انت فاكر ان في حد هيسال ليه ليه حتى المشاكل دي بتتكرر ايام هنا مريدة وايام ميدو ما اتكلمش ليه جمال علام وايام الكلام يعني يا باشا هي مشكلتنا في مصر او الجمهور المصري هو كلمه اشمعنى احنا طول ما حاطين كلمه اشمعنى وعمل لي وعملت له وهعمل له وما عملش قال لي وقلت له دي هي الازمه يعني احنا في نقطه مصالحه حاليا ماسكين عصام الشوالي يعني دبح فيه وانا انا 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 شايف ان هو كان متجاوز وكان منحاز بصرف النظر عن النتيجه بقى اجمالا ما كانش عصام الشوالي لا ما كانش عصام الشوالي وكان منحاز بس ده عشان نسجلها في البدايه كان منحاز لفريق الوداد ماشي لكن هو الناس اللي شافت عصام الشوالي منحاز للوداد ما كانش ما بتشوفش الكواليني ولا الكاشف ولا بلال علام ولا غيرهم لما بيذيعوا ماتشات الدوري في مصر كلهم ميلين للاهلي والزمالك والانديه الثانيه مش موجوده هم ما بيشوفوش غير يعني هو عشان انه طلع معلق ما تغزلش في الاهلي او الزمالك يبقى ده مش معانا بس هي يعني مشكلة. اذكر ان تاكيدا لكلام حضرتك في مباراه الاهلي والاسماعيلي تحديدا انا يمكن احد المعلقين اللي حضرتك ذكرت اسمهم من شويه كان بيعلق على المباراه واحنا بنتكلم بقى مش نادي شركه بيلعب الاهلي انت بتكلم نادي الاسماعيلي يعني حاجه نادي مهم جدا نادي محافظه تمام. نادي ليه تاريخ تمام المعلق اللي كان بيعلق متضايق ان في هجمه مثلا على ما هو ده غلط برضه على النادي الاهلي سنة أيوة انا بقول لك يعني احنا رسخنا عند الجمهور لدرجه ان انا قلت له يعني كتبت له عندي على صفحتي يا جماعه حد يقول له ان الماتش ده في الدوري المصري ما بين فريقين مصريين طيب معنى ان احنا بننتقد هذا المعلق اللي هو ظلم الاسماعيلي صح خلاص ما احنا معترفين انه بعض المعلقين ودي بنقولها بعض المعلقين بيظلموا الانديه الاخرى امام الاهلي والزمالك ليه جاريا وراء الشعبيه والترند وارضاء المشاهدين او اغلبهم بس برضو ده ما يمنعش خلي بالك مش عصام الشوالي ده عمل ماتشات حلوه جدا كتعليق للاهلي والانديه لا ده الاهلي كرمه ده عصام كان مشهور اوكي بس معنى يعني. انا لما الاقيه زي ما الاقي لعيب كويس قوي واداؤه النهارده وحش اسيبه ولا اقول ايه رايك لا يعني انت طبعا. لاحظت ان مثلا قفشه مثلا او شيكابالا او اي حد الراجل ده اداؤه حلو جدا والنهارده وحش لا بس هو هتعمل ايه هتقول بقى مجمل اعماله تسمع يعني يعني تعفيه من الخطأ طبعا لا